لو كان في طلقة أخيرة تطلقها على مين؟ فيلم جميل. في رصاصة واحدة. الحاقد. مين هو الحاقد؟ ولا حسها جاية جاية؟ لا هو الوحيد. الحاقد قوي هو اللي هياخدها يعني. الحاقد مين؟ قوي هو اللي هياخدها. في حد في بالك؟ لا. لا. الحقد ده شيء وحش جدا جدا. على طول الحاقد يروح في 60 داهية. فكرت تنتقم؟ بصي انا ما عنديش حاجه يعني حد عملها فيا عشان انتقم فيها يعني ما عنديش حاجه. وحتى اللي بيحصل حاجه من الحياه طبعا فيها مطبات كتير، ولكن الله يسامحه وابص الاقي ربنا سبحانه وتعالى انتقام لي. اقسم بالله اللي بقوله لك ده حقيقه. يبقى ضرني وعمل كده وبعدين اقول حسبي الله ونعم الوكيل. ابص الايام والسنين اشوف بعيني ترجع لك حقك. اشوف بعيني. حتى بعض الاصدقاء المقربين جدا لما يحصل لي مواقف زي دي ببقى احكي لصاحبي يقول لي اصبر بتاع يحصل يعني يتصل بيا يقول لي شفت ربنا عمل ايه؟ اقول الحمد لله. ربنا رجع لك حقك. انا ما بحبش اضر حد في حياتي أبقى. طيب كلام منقوص او نص الكلام؟ انا هقول النص وانت تكمل معايا النص التاني. يا ريت اعرف. موافق؟ يا ريت اعرف. موافق؟ تحت امرك. هذا كان موقف اسرتي عندما قررت احتراف الفن. لا ساعدوني يعني. موافقه؟ موافقه. بعد 50 سنة هذا هو اجري في الاعمال الفنيه؟ ما اعرفش هيبقى كام دلوقتي لان الاحوال كلها اتغيرت. من 6 سنين كان كام؟ اخر اجر خدته من سنجري كان 60,000 جنيه. 60,000 في مسلسل. اوكي. هذه الاسماء لا يطلبها المخرجون والمنتجون الان، من هي؟ هذه الاسماء ما بيطلبوهاش يعني لا المخرجين ولا المنتجين. مش ذاكرت دلوقتي بس كتير كتير وانا بيصعبوا عليا يعني. في ناس. مين اكتر حد بيصعب لازم عليك بتقول لا يستحق انه يطلع؟ حرام بقاله فتره طويله في البيت. لا كتير. مين؟ اعطيني اسم واحد. الحقيقه اقول لك واحد بحبه ومحترم جدا وكان نقيب النقابه قبل كده اشعر غفور. بتقول حرام. راجل ده هو مش يعني هو ما بيشتكيش الراجل ده على فكره. راجل صبور وكتوم بس هو فنان عظيم. يعني اشعر غفور ده فنان عظيم ده لازم يشتغل كل يوم وكتير على فكره من امثاله. مش هو بس ده اللي جه في بالي دلوقتي. ده اللي جه في بالي دلوقتي اللي ما بتشوفوش.